السيد النائب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. تتساءلون عن حصيلة صندوق التكافل العائلي، أفيدكم أنه قد بلغ عدد الأمهات المعوزات المطلقات المستفيدات أصالة عن أنفسهن ونيابة عن أبنائهن القاصرين إلى غاية 1/3/2015، ما مجموعه 5371 مستفيدة. بلغ حجم المبالغ المسددة إلى حدود نفس التاريخ ما مجموعه 47,562,262 درهما. وقد أنجزت الوزارة مشروع قانون جديد لتحسين أداء هذا الصندوق. الآن يوجد لدى الأمل العام الحكومة، أرجو أن يعرض عليكم إن شاء الله تعالى عاجلا لتقولوا رأيكم السديد بخصوص ما ينبغي ضمانه لكي تستفيد النساء من هذا الصندوق، وشكرا. الخطير هو إصدار الأحكام الجزافية غير المعقولة، لأن الموضوع يتعلق بقانون، والقانون وضعته الحكومة السابقة وصدق عليه البرلمان. ثانيا، القضاء هو الذي يحكم باستحقاق النساء من عدمهن. ما دخل الحكومة التي تحكم أيها السيد النائب المحترم على أنها فاشلة في هذه السياسة؟ الحكومة هذه هي التي قالت لكم بأنها بصدد إنجاز مشروع القانون الجديد لكي تسدد ما نقص في هذا الصندوق. لذلك أعتقد بأنه من الملائم أن نتخاطب بخطاب الموضوعية والتقييم يعني المعقول، وليس إصدار الأحكام الجزافية التي فقط تشوش الصورة. وشكراً.